رحلة صيد حمام غيرت التاريخ في مصر. وقعت الحادثة في 13 من يونيو 1906 بقرية دونشوي الصغيرة، حين قامت مجموعة من الضباط البريطانيين باصطياد الحمام فيها، فأشعلت رصاصة طائشة النيران في بيدر القرية، ما أثار غضب الفلاحين، فاشتبكوا مع الضباط الذين قتل أحدهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، فاتهم القرويون بالهجوم على الضباط والقتل العمد، ليأمر المعتمد البريطاني لورد كرومر بمحاكمتهم، فحكم على 4 منهم بالإعدام شنقاً، بينما تراوحت أحكام 17 آخرين بين السجن المؤبد والأعمال الشاقة والجلد العلني. نصبت المشانق وعم الغضب أرجاء مصر، وتصدرت الحادثة عناوين الصحف المحلية والعالمية، وتحت ضغط سياسي شديد استقال اللورد كرومر عام 1907 وانتهت حادثة دونشوي، لكن توابعها بقيت مستمرة وكانت بمثابة نقطة تحول للوجود البريطاني في مصر.